مرحبا بك الهدي، مرحبا كل اصدقاء والمستمعين الرياضيين. في ظل المواكبه الاخبار ديال فريق الوداد، الوداد كما قلت اولى مراحل ديال الاياب غتكون في مواجهه فريق النادي القنيطري نهار الحد في 4 ديال الاشياء ملعب بلدي بالقنيطرة، يعني كغيره من الاندية ديال البطولة الوطنية السادسة تتواصل مركز بنجلون مدينة الضبيضاء. البارح في العشية حصة تدريبية، اليوم حصة صباحية، يعني بحدود او من المنتظر بانه بعد قليل حدود الساعة 4:15 فريق الوداد يجري حصة تدريبية اخرى دائما استعدادا للمباراه ديال يوم الاحد قلت مواجهه فريق النادي القنيطري بملعب البلدي بالقنيطره الجوله 16 من البطوله الوطنيه الاحترافيه للوداد. مهدي نهار السبت غادي يكون رحله لمدينه الرباط، اللاعبين ديال الفريق والطاقم ديال فريق الوداد غيكون المبيت بمدينه الرباط على اساس شد الرحال صباح الاحد لمدينه القنيطره. الوداد كيف ما قلت الاخبار ديالو بالاخبار يعني اللي من مصادر من داخل الفريق الاحمر، ففسخ العقود ديال مجموعه من اللاعبين، الحديث لدخ في ميزانيه ديال الفريق 2 مليار ديال السنتيم، يعني على اعتبار بان العامل المادي وامور اخرى اللي كانت تلزم الفريق بدفع يعني امور ورواتب ديال هاد اللاعبين، وبالتالي الفسخ ديال العقود فكاين اخبار تقول بان دخلت في الميزانيه ديال فريق الوداد 2 مليار ديال السنتيم. فريق الوداد دائما ارتباط الاخبار ديالو قلت مساء اليوم غيكون حصه تدريبيه، بعد ذلك غيكون توجه لمدينه المحمديه مساء اليوم في حدود الساعه 7 مساء كاين اجتماع اللي كيضم غيضم اللاعبين ديال فريق الوداد، الطاقم التقني، المكتب ديال فريق الوداد وبعض يعني الجمعيات الجلطه ديال فريق الاحمر، والغايه هو لم الشمل والتحفيز لاعبين يعني والاجماع بكلمه واحده يعني تحفيز لاعبي فريق الوداد لتحقيق نتيجه ايجابيه وايضا التتويج بالبطوله ديال هذا الموسم. اخبار ديال فريق الوداد ايضا فناكد بان سعيد فتاح اللي كان صار معه في المنتخب الوطني هو رجع للتدريب كيدرب مع الوداد بشكل عادي وتدريجيا كيستعد العافيه ديالو. ايوب الخالقي اذكر بانه غيكون غائب عن المباراه ديال النادي القنيطري بسبب يعني الجمع 4 ديال الانذارات. ايوب الخالقي حاليا يعني بدا الرغبه ديالو في التجديد والابقاء على الارتباط ديالو بفريق الوداد البيضاوي لسته ديال الاشهر اضافيه لنهايه الموسم. سعيد فتاح ايضا الباب مفتوحه وايضا هو يؤكد بانه الارتباط ديالو مازال مستمر مع فريق الوداد البيضاوي. ايضا كما قلت خبر اخر بالنسبه للباكاريكوني، باكاريكوني الاصابه ديالو في المباراه الوديه امام اشبال البرنوسي اللي كانت لصالح الوداد البيضاوي ب 10 اهداف لهدف واحد، فالباكاريكوني كان سجل جوج ديال الاهداف وكان تعرض للاصابه، فهو حاليا يخضع يعني للتدريب خاصه لتقويه ايضا حصه لتقويه ديال العضلات فوق الاسترجاع للعافيه ديالو. كيبقى فقط خبر اخر باش ننهيو بهذا يعني الجوله والاخبار ديال الفريق الوداد البيضاوي، هو الخبر اللي كنداول بشكل يعني الغياب ديال بالرابح على المباراه ديال الكاك يعني الاصابه ديالو او شيء من هذا القبيل، فمصادر داخل فريق الوداد تؤكد بان بالرابح جاهز حاليا للحضور مع فريق الوداد و 90% غادي يكون حاضر في المباراه ديال يوم الاحد المقبل. اذا المهدي هذه باختصار تفاصيل اخبار الوداد اللي قلت من الاهم يعني الخبر كيبقى هو الاجتماع ديال اليوم ديال الفعاليه ديال فريق الوداد لزيارة الجمعيات الطاقم التقني الممثلين على المكتب ديال فريق الوداد البيضاوي، ايضا الغايه واحده والاجماع يكون جلسه اللي من خلالها يكون تضافر الجهود للدفع بعجله الفريق لتحقيق الاهم في بطولات هذا الموسم طبيعه الحال وتتويج باللقب. شكرا لك سي محمد القرضاوي. Enregistrement Wydad et Club.